بتسأل تذكره طيران غير سكيل سكانر جوجل داخل معاهم في الخط. انا اوريك ازاي. من جدة لطيرانة هنلاقي في شركة اللي اسمها ايجين، هي شركة يونانية طيران يونانية عكسها زي شارتر وكده، هي سعرها رخيص بس لازم نخلي بالنا انه ما فيهاش شنطة، دي من غير شنطة المفروض. وعندك هنا 15 ساعة هتكون في وان ستوب في اليونان، يفضل يكون معك شنجن يعني لو في حالة يعني لو غلسوا ولا حاجة. وبس لو ما عاوزه مثلا حاجة خيار تاني هبتروح فلايت، هتروح هتلاقي في خيارات كتيرة جدا. بس بالنسبة اللي قاعدين في السعودية فيها ميزة ان طيران ناس بينزل مباشرة على طيرانة مش لازم يقف، بس في بلدان ما فيهاش مباشر فبيضطر بيقف وبياخد طيران تاني بيقف في ترانزيت. وهنا وفي طريقتين عشان تشيك، اما ديد جريد او برايز جريد. وممكن كمان تروح ديد جريد وتشوف ارخص حاجة، تقعد تعمل كده ريتيرن لغاية ما تشوف ارخص حاجة في الشهر كله وتيجي وتعملها. انا لقيت هنا ارخص حاجه ب 2000 ريال، دي كانت ارخص حاجه لتر. ده البرايس جريف هيبعت لي يشوف لك كل حاجه شفتها هي 1800. شايفين ان ده 27 نوفمبر علشان دي تو واي مش واي واحده.